في طهران سادت حالة من التوتر والقلق بين المواطنين بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير. الشوارع كانت هادئة بشكل غير طبيعي، والمحل تغلق أبوابها في وقت مبكر. الناس يتبادلون الحديث بصوت منخفض في المقاهي وهم يتابعون الأخبار بقلق. تنتقل الشائعات بسرعة، الجميع يريد أن يعرف ماذا سيحدث بعد ذلك. سرة طالبة جامعية كانت تقف بمفردها في محطات الحافلات تنظر إلى الهاتف غير قادرة على التركيز في الدراسة. قالت بصوت منخفض: الجو هنا غير طبيعي، لا أحد يعرف ما الذي سيحدث، كل شيء معلق على خيط رفيع. أما علي صاحب محل صغير كان يقوم بجمع الأغراض بسرعة ليغلق محله في وقت مبكر عن المعتاد. قال بينما كان يغلق الأبواب: الوضع صعب، الناس خائفين والزبائن يتجنبون الخروج بشكل عام. في الأماكن العامة أصبح الناس أكثر حذراً، يتجنبون الحديث عن السياسة أو الوضع الراهن علناً. الخوف من المجهول يجعلهم يركزون على حياتهم اليومية ويحاولون تجنب المشاكل. مع الأخبار التي تتحدث عن احتمالية تصاعد التوترات، يعيش الجميع في حالة انتظار وترقب. كانت هناك بعض الاحتجاجات العامة التي خرجت في مناطق مختلفة. الناس يريدون التعبير عن خوفهم وغضبهم من الوضع الحالي، ويطالبون بحلول تضمن أمانهم وتحقق استقرار البلاد. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم في أذهان الجميع: ماذا سيحدث لنا؟